يلا شباب، خلينا نحل بس السؤال اللي امبارح حليناه بس ما كتبناه. حكينا أنا بقدر أستخدم خواص التطابق عشان أقدر أوجد قيمة أي زاوية مجهولة أو أي ضلع مجهول، تمام؟ فالسؤال كان حكي لأنه عندي شكل رباعي ABCD متطابق مع ZY XY ZW XY، تمام؟ أنا حكيت لك أسهل طريقة إنك شو تعمل؟ تطبقهم على بعض، تكتب رمز كل وحدة فوقيها. يلا مين يحكي لي مين الزاوية اللي بتنطبق على سي؟ هاي مصطفى ركز، أي سي؟ هي الوحيدة اللي جاي هيك، ركز. الإكس. طيب مين يقبل الإكس؟ واي. إذا دي تنطبق مع مين؟ مع واي. مين اللي عليها مربع؟ الزد مع إيه. مين بضل عندي؟ دبليو مع بي. بهي الطريقة خلاص شو ما يسألني بقدر أجاوب. يلا أول سؤال طالب مني أوجد طول دبليو إكس من غير مس لو سمحتوا. طول دبليو إكس، يلا يا عبد الرحمن. ما بدي زوايا، بدي طول دبليو إكس يا عبد الرحمن. بس ركز، دبليو إكس دبليو إكس دبليو إكس 4 سنتيمتر. ليش 4 سنتيمتر؟ لأنه بي سي بتنطبق مع مين؟ مع دبليو إكس. يلا السؤال اللي بعده، بدي قياس. لما أحكي لك إم زاوية يعني هاي قياس الزاوية دبليو، قياس زاوية دبليو. يلا يا رماوي، ممتاز. قياس حيكون 140 درجة لأنه الزاوية بي متطابقة مع الزاوية دبليو. آخر سؤال، قياس الزاوية إكس. يلا يا يحيى، شكل رباعي، تمام. نجمع الزاوية القائمة 90 زائد 90. تمام، لا إذا مربع يعني 90، هاي 90 90، هاي 140، شكل رباعي، بعرف فيه ثلاث زوايا، كيف بقدر أطلع الرابعة؟ ناقص 120، تمام، ناقص مجموع 190 و90 140، لأنه مجموع قياس زوايا الشكل الرباعي تساوي 360 درجة. بحكي 360 ناقص 320 قديش بيعطيني؟ 40 درجة. قياس الزاوية إكس يساوي 40. هاي قياس الزاوية سي، لأنه الزاوية سي تنطبق على الزاوية إكس، فأكيد إكس بتكون نفس سي. واضح؟ آه يا محمد. حسب ممكن اه خلص انت بتطلع القاعده اللي حكيت لك اياها او بكون حكيت لك انه مجموع زوايا هالقد 140 هي البيئه نعم تستخدم القانون ان ناقص 2 ضرب 180 تمام طيب ناخذ اخر فكره بالدرس ضل علينا فكره واحده الفكره الاخيره هي كيف انا قادر استخدم المعادلات حتى اوجد قياس زوايا واضلاع مجهوله في مضلعات متطابقه فالسؤال هون عندي شبه منحرف او شكل رباعي شكلين متطابقين طالب مني اوجد قيمه متغيرات يعني المتغير هون جاي على شكل معادلة أو جاي على شكل مقدار جبري مش جاي على شكل حد واحد جاي على شكل مقدار جبري تمام كيف يعني مقدار جبري يعني مثلا 2 إكس زائد 4 يعني عبارة عن حدين بيناتهم جمع أو طرح أو أكثر من حد بيناتهم جمع أو طرح طيب هلا هون عندي شبه منحرف دائما الدوران شوية بغلبكم تمام بس ركزوا معي عشان نقدر نجاوبها هلا هذا الشكل الرباعي معمول له دوران
أنا رح أعطيكم أول واحدة عشان أساعدكم. قصاي ركز معي. عندي الزاوية بي تنطبق على الزاوية A. يلا مين يعطيني؟ كمل. زاوية بي مع مين تنطبق؟ يلا يا محمد. مع كيو. ممتاز. ايش هي؟ اه هو معموله دوران. شوي صعبه هي الدوران، الانعكاس والانسحاب دائما اسهل منها. يلا السي ما مين؟ امشي على الترتيب. هيها بي كيو ار اس. خلص ما دام حطيت رموز هلا اي شيء بسالني عنه بيكون سهل. هلا هو طالب مني جد قيمة المتغير x، وين الـ x موجود بالسؤال؟ عند هاي الزاوية. طيب هاي الزاوية هي a منطبقة على مين؟ على b. كم قيمة b معطيني اياها؟ 100. مين يحكي لي شو اكتب؟ يعطي المعادلة. يلا يا عرب. 2 x زائد 4 يساوي 100. ممتاز. اقعد. الزاوية a تنطبق على الزاوية b، إذا 2x زائد 4 شو بيساوي؟ 100. بحل معادلة عشان أوجد قيمة الإكس. دائما أول شيء بتخلص منه الجمع والطرح، بتخلص من الجمع بالطرح، بتخلص من الطرح بالجمع. تمام. أحمد شادي. أحمد شادي. تمام، رح أطرح 4 من الطرفين. طلع عندي 2x شو تساوي؟ 96. تمام. بتخلص من الضرب القسمة، من القسمة بالضرب على 2 على 2 شو نص 96؟ 3 و خلوا أحمد يجاوب. لا 48. ممتاز يا أحمد. إذا قيمة إكس اللي بتحل لي هاي المعادلة هي 48، مش قيمة الزاوية 48، قيمة إكس. الزاوية قيمتها 2 ضرب 48، يعني 48 ضرب 48 هي 96 زائد 4 بتعطيني 100، إذا حلي صحيح. تمام؟ ايش ال 48 هاي مش قيمة الزاوية، قيمة إكس. عوضها 2 ضرب 48 بيعطيني 96، 96 زائد 4 لازم يعطيني 100، هيك بكون تحقق. طيب لو سألتك أعطيني قيمة واي. واي عبارة عن طول مش عن زاوية. تمام؟ فأنا بدي آخذ الضلع اللي فيه واي. شو هو الضلع؟ ارفعوا ايديكم اللي فيه واي. هيها واي. آه يا عمار. الدي سي تنطبق على مين؟ على اس ار. طيب الاس ار قديش معطيني طوله؟ 12. والدي سي 3 واي ناقص 3. اذا 3 واي ناقص 3 شو بيساوي؟ بيساوي 12. يلا مين حل معي؟ ارفعوا ايديكم. هيها 3 واي ناقص 3 وهي ال 12، هدول من طبقات على بعض الار اس مع الدي سي. بسويهم في بعض. يلا زائد 3 زائد 3 3 واي شو تساوي؟ تساوي 15 على 3 واي تساوي 5. استنى بس اسال سؤال براء. وين؟ بعد تخلص من الطرح بالجمع ومن الجمع بالطرح. يعني هون كان جمع تخلصت منه بالطرح، هون كان طرح تخلصت منه بالجمع.
مثالي لون. مش يو هاي واي. بس حسب السؤال مش يعني مش الفكرة X و Y، الفكرة انه ها هون اجى هذا الفكرة هاي طول وهاي بس حسب السؤال. طيب نشوف أسئلة الكتاب. يلا شوف سؤال بحكي لي إذا كان A B C D متطابق مع E F G H فجد قيمة كل من المتغيرين X و Y. أول إشي بطبقهم على بعض. يلا مين يحكي لي مين الزاوية اللي بتنطبق على A؟ ارفع إيدها. يلا يا عبد الرحيم. ممتاز. A مع E. يلا يا مصطفى. D تنطبق على H. تنطبق على H. تمام. C G. مع G و B F. مع F. تمام. شو قبل شوي؟ شو بدي حسب السؤال يعني؟ مش نفس السؤال هذا. يلا خلينا نبلش ب X. مين الزاوية اللي بتنطبق مع الزاوية اللي فيها X؟ مين اللي فيها X؟ الـ F. مين الزاوية اللي بتنطبق مع F؟ 10 B. B. إذا الزاوية F 135 بتنطبق على الزاوية B. طيب الزاوية F شو قياسها؟ 10 بس ارفعوا إيديكم. مين ما جاوب؟ يلا احمد. 10 اكس زائد 65 يساوي قياس ساوي بي اللي هي 135 لل 65. تمام. ناقص 65 طلع عندي 10 اكس شو تساوي؟ 70. تخلص من معامل X تقسيم 10. ممتاز. 10 بتروح مع 10، 0 بروح مع 0. إذا قيمة X شو تساوي؟ 7. عشان أتحقق بعوض بدل الـ X 7. 10 ضرب 7 70 زائد 65 135. نفس قياس في إذا حلنا صح. طيب أنا بدي أوجد قياس Y. Y برضو زاوية. مين الزاوية اللي بتنطبق على إيه؟ يا عم حذيفة. ايه تمام. الزاوية ايه تنطبق على الزاوية ايه. طيب شو قيمة ايه يا حذيفة؟ مثل ما يكون حدا يجاوب نزلوا ايديكم. نزلوا ايديكم. احكي يا حذيفة. 4 واي ناقص 4 كم قيمة ايه؟
يساوي 28 تمام تمام شايف ليش هون جمعنا براء لانه هاي طرح رح اجمع اربعة على الطرفين اي شيء بعمله على اليسار بعمله على اليمين ضل عندي اربعة واي شو تساوي 28 زائد اربعة 32 شو في بين الاربعة والواي ضرب لما ما يكون في شيء يعني ضرب عكس الضرب قسم فبقسم على اربعة على اربعة اذا واي شو تساوي اخذينا 8 إذن قيمة واي اللي بتحلي لي على المعادلة 8 كيف بتحققي محمد؟ بعوض بدل الواي 8 4 ضرب 8 32 ناقص 4 28 إذن حلنا صح تمام؟ واضح يا سابع؟ حد عنده سؤال على الفكرة؟ لا طيب يلا افتح دفترك اكتب على اللوح